لماذا لم تدم أيام العافية وسنوات العافية في جسم الوحدة اليمنية؟ تفاقد أنظمة المعسكر الاشتراكي، التدهور الأوضاع المعيشية في صنعاء جعلت النظامين يتسابقان أو يهربان إلى الوحدة. أتتوقع أن انضمام عضوين من مجلس القيادة الرئاسي إلى المجلس الانتقالي، هل هذا نذير شؤم على الوحدة اليمنية أم أنه مجرد يعني زوبعة في فنجان؟ والله كما أعتقد أنه هو مجرد ديكور، ليس إلا واللعبة ليست بيدنا كيمنيين، اللعبة بيد الإمارات العربية المتحدة تحديدا. منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي انضم المجلس الانتقالي إلى مجلس القيادة الرئاسي، ثم ما هي إلا فترة وجيزة حتى انضم اثنان من مجلس القيادة الرئاسي إلى المجلس الانتقالي، فهل أن الوحدة اليمنية ستبقى أم ستضيع في عهد رشاد العليمي؟